يعني هاي المعاناة الجاية تعيشوها ما حد يحس بيها بس انتم. اتمنى بس يكون بيت سكن يعني شوية استقر، مثل يكون راتب زين، هاي سواء علي المحمداوي، انت ببرنامج عراقب امتياز. علاوي اليوم يقول انا قافل على بيت ابو حيدر. دباك علاوي هاي صعدت لك. وقص الدمع والليل يلحق ليل، ونزلت المستوى ما يعشق اللي يصعد. تلبس الحياة علاوي. باوع على عين المحمداوي يا اسد، عضل ما يخاف علاوي. وشكرا لكم والله العظيم، ما ننسى وقفتكم والله العظيم وهاجيتكم.